الفضاء المصري ومكانته وقدرته في هذا المجال والتزامه كسلطة قضائية مستقلة تعمل بأحكام الدستور والقانون. بالنسبة للشأن السياسي، نعم هذا تنظيم محظور أمام الأقوى، أمام هذه المجموعة من المواطنين أو أمام هذا التنظيم المحظور أحد طريقين: إذا كان يريد أن يعمل عملا دعويا دينيا محضا فعليه التقدم طبقا للدستور والقانون لتقديم بطلب تقديم جمعية. هناك جمعيات دينية راسخة جذورها عديدة تاريخية في مصر، هناك الطرق الصوفية 6 مليون مواطن لهم وضعهم القانوني ويعملون طبقا للدستور والقانون، هناك السنة المحمدية، هناك جمعية، هناك الشبان المسلمين موجودة بطول البلاد وعرضها، لا مشكلة معهم في 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 أي وضع كان، لا معهم ولا منهم، بما أنهم يعملون طبقا قاموا بترخيص طبقا للدستور والقانون ويعملون وفقا للدستور والقانون. هذا طريق أمام الإخوان إذا كانوا يريدون العمل الدعوي. أما إذا كانوا يريدون العمل السياسي فعليهم بوضوح التقدم بطلب ترخيص حزب سياسي وفقا للدستور والقانون. عليهم أيضا استيفاء الشروط الدستورية والقانونية الضرورية لتكوين هذا الحزب السياسي. أنا لا أعرف لماذا لا يسلكون هذا الطريق، لماذا يصرون على القيام أو على البقاء بعمل منظم دائما خارج الدستور والقانون. هذه هي القضية ببساطة. ببساطة أستاذ عبد الرحيم منير، هذه القضية ببساطة، يعني إما أن تختارون العمل الدعوي وتقدمون جمعية دعوية دينية، وإما أن تتقدموا بترخيص حزب وتكونوا تعملون في العالم وليس غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أنا أتصور مع احترام للجميع أن الحزب الوطني وكل أفراد الإخوة المصريين أعضاء الحزب الوطني آخر من يتكلم عن الدستور والقانون. المسألة أنه في هذه المحكمة بالذات كدليل أمامنا وما زال حي دمه ينزف، يعني هذه المحكمة الدستور يقول، الأخ الأستاذ طارق يقول نحترم الدستور والقانون، الدستور في نص جامع مانع يقول أن المواطن قضية طبيعي يحال إلى قضية طبيعي وهؤلاء كلهم مدنيون. المسألة أنه هذه القضية بالذات وهؤلاء الناس بالذات، هؤلاء الإخوة بالذات، حكمت محكمة مدنية جنائية ببراءتهم من كل تهم، وكان الحكم ذيل بنص قاطع الإفراج عنهم من سرايا المحكمة، فأخذوا وأحيلوا إلى محكمة عسكرية. حتى في إجراءات المحكمة العسكرية وآخر إجراء تم يقول إنه قانون الإجراءات الجنائية اللي في كل الدنيا متعارف عليه ممكن المحكمة تكون جلساتها سرية لأمر سرايا المحكمة، إنما في هذه القضية المتهمين صدرت عليهم الأحكام في غير وجودهم وفي غير وجود محاميهم وفي غير وجود أقارب ولو من الدرجة الأولى، بما يعني أن جلسة النطق بالحكم كانت سرية وهذه الجلسة باطلة. ولا ندري هل القضاة اللي كانوا موجودين رغم أنهم عسكريين وجدد لهم في خدمتهم العسكرية أثناء نظر هذه القضية بما يطعن في نزاهتهم وفي قدراتهم وفي كفاءتهم وأمانتهم على النظر في هذه القضية، ومع ذلك لا ندري هل القضاة كانوا موجودين في مكان المحكمة في معسكر الجيش أو كانوا غائبين. فالكلام عن الدستور والقانون الحقيقة آخر، يعني آخر شيء ممكن يحاج به الإخوان المسلمين. إنما مسألة العمل الدعوي السيد الكريم، لا يقبل في الدنيا كلها أن يكون حزب يفرض نفسه ثم يطلب من الناس أن تتشكل على حسب ما أراده. يعني شو يفرض نفسه؟ عفوا، يعني هذا حزب حاكم بانتخابات ويعني له عقود، هو لم يفرض نفسه لا على الشعب ولا عليكم. يعني الحقيقة أنا أقول إذا كان حزب حاكم وله شعبية كما يقول وكما يدعي، الانتخابات الماضية كلها، هل تتصور يا أستاذ غسان أن في الدنيا الآن دولة تحترم نفسها تحتكر المحليات وتأخذ 93% بالتزكية من مجالس المحليات من 50,000؟ معنى أنه لم يتقدم أحد ولا أحد يستطيع أن يتقدم إلا من تعينه هذه السلطة الحاكمة.
هذا لا دليل يعني يستدلون به على انهم شعبيه وليست لهم شعبيه. برايك استاذ ابراهيم اين الاشكاليه؟ يعني دعنا نقول انه يعني خلال العقود الماضيه كانت هناك دائما فجوات وحتى احتكاكات وصدامات ومشكلات كبرى بين حركات الاسلاميه وبين حكومات. انا هنا لن اعدد الانظمه او الحكومات التي لا توجد فيها حياه سياسيه وهي انظمه مغلقه، ولكن في بعض البلدان التي اصبح فيها انفتاح سياسي حقيقي تقريبا او يعني هناك تعاون بين الحركات الاسلاميه والسلطات. في المغرب هناك نشاط وانخراط، في الجزائر موجوده، في الكويت موجوده، في الاردن موجوده، في اليمن موجوده. طب لماذا في مصر لديكم مشكله جديه مع الحكومه؟ يعني في نهايه الامر هذه حكومه قويه ومصر بلد كبير، لو كان هناك باستطاعتي أن يحتويكم أو يستوعبكم كجزء من العملية الديمقراطية لما حصلت إشكالية. لماذا؟ لماذا الإشكالية الآن؟ إشكالية يا سيد الكريم، إحنا ممكن نتجاوز العهد العسكري كله، نتجاوز فترة الرئيس جمال عبد الناصر وفترة الرئيس أنور السادات، إنما من 28 من فترة تولي الرئيس حسني مبارك للسلطة لم يكن هناك لا وجود لأي مشروع قومي في مصر. مشكلة سيناء حتى على العوار الذي تم في اتفاقات جنب ديفيد انتهت، ما عادش فيه بالصورة الموجودة احتلال، انما لا يوجد اي مشروع قومي في مصر، اي مشروع وطني ممكن ان الناس تجتمع اليه، وليست هناك اصلا سياسة. اضافة الى انه الرئيس السادات يعني عندما سئل عن الرئيس مبارك لماذا اخترته، يعني هو كرجل عسكري كان قائد طيران له دور في حرب 73 صحيح، انما لماذا اخترته كان تعبير رئيس السادات لانه مالوش دعوه في السياسه، ورئيس السادات اختاره لانه هو لا يريد احد ان ينافسه على الحكم، ثم جاء مقتله فتولى الرئيس مبارك السلطه. المشكله انه ليست لانه انعدام السياسه وانعدام الرؤيه السياسيه والايديولوجيه اللي تحكم النظام الحاكم او اللي تسير النظام الحاكم، هناك ارتباطات واضرب منها مثال. اتفاقية كامب ديفيد التي لا يعلم الشعب عنها شيء، مثال وضح أخيرا اتفاقيات الغاز التي تمت بين مصر وبين إسرائيل وتوريد بسعر التكلفة سعر الإنتاج، وقد يقل عن سعر الإنتاج لمدة حوالي 15 سنة على ما أذكر، وهي المدة التي قدرها الخبراء في لوجود الغاز في هذه المنطقة داخل تحت الأرض. معنى ذلك أن اتفاقية كامب ديفيد فيها بنود تعني أن لإسرائيل الحق في ثروات مصر دون أن ندري ثمن لما قيل أنه جلاء عن سيناء، رغم أن سيناء الآن لا يحكمها الوجود جنود لحراسة الحدود على الجيش على حدودها مع فلسطين محدودة باتفاقية لا تزيد عن 750 جندي بسلاح فرد.